راجل خرج حول راجل خرج حول غير مكانك الراجل في شارع 6 وكي يعني لو سمحت توديني السويس. صباحك فل. ماشي يا هندسة. شريف ونادي الرئاسة حول. ما هي تمام حول في طريقه للسفر. اطلب تعليمات. حول اوقف المراقبة. انت يعني لي المراية عشان اصرح شعري. سيبناه المرة دي. أبوه من أهم رجال المقاومة في الأرض المحتلة. ولو رجع يبقى ما بديهاش بقى. تلميذك يا أبو جودة يا حلوة. طلعت أخوات. أنت الأول أخوات. سخين رديف بتصاع. سخين رديف بتصاع. بقى أنا جشع يا أبو جودة. بصراحة بقى انت ظابط مخابرات بخيل. ده انا. انت سرعة عسكرية اللي طلبتها يا ابو جودة. بقول لك ايه، اقوم انا بقى عشان اشوف اهلي. طيب طيب اتحمد واتبع. اوكي اتحمد واتبع يا عليزة. بعدنا بكرة. وكمان واحدة من هنا. انا بقى ابوسك من هنا. خدي بنت. اما تستحي اتركيه وكفاياكي بوس فيه. ايه اخويا. ما انت عارف فاطمه يابا، ما تصدق تشوفني وتعملها معايا مبوسه. هذا ما عودتها عليه، مثل ما عودتها تتكلم مصري وتترك لهجتنا البدويه. نرجع لكلامنا، مين هذا اللي بتريد تتزوجها؟ كنت يعني عايز اقول يعني. ما تقول على طول، بيريد يتجوز سحر يا ابوي. أعوذ بالله، بنت الفرد الخاين. لا خاين ولا حاجة يا أبوي، يعني بيتعاون مع قوات الاحتلال. مالها هي يا أبوي؟ مالها كيف؟ وعلمها في مدارسهم من وهي صغيرة. أيوة بس هذه عاشت فيه لا تكتر ما عاشت بينا.
سحر يا ابوي. الحين بتشتغل في لوكنداتهم ولبسه البنطلون صارت مثل بناتهم. يا ابوي اياك تجيب لي ست البنت دي تاني قدام. ده لازم يتجوزها يا ابوي. اقتلك لو اتزوجتها. انت ما عاد لك قعاد معنا، تاخد بعضك وترجع مصر تاني. بطني حتبان. وطي صوتك، حد يسمعك. انت لازم تتجوزني وبسرعة. هتجوزك بس مش المرة دي، في الاجازة اللي جاية اوعدك بكده. واللي في بطني لازم تتخلصي منه وبسرعة. منصور انت هتتخلى عني؟ معقول يا سحر بعد الحب ده كله؟ حب ايه؟ ما انت ناوي تغدر بيا اهو. لا يا استاذ، ده انا هدي الدنيا عليك، ده انا اروح لابوك واقول له. هيقتلك. ابويا عمره ما هيسمح لحفيده انه يكون ابن حرام. اوعى تقولها. سحر ارجوكي، انا معترف باللي حصل مني ومستعد اكتبه وامضي على كده. اكتب يا منصور. منصور مساعد الطوبي رجع يا فندم. جاهز اذن النيابه. حكمت المحكمه العسكريه على المتهم منصور مساعد الطوبي بالاعدام شنقا. على طلب السيد المدعي العام العسكري بكتابه رقم قاف فرع 1972 المؤرخ 31/5/72، قد حددنا يوم الثلاثاء 7/6/72 لتنفيذ حكم الاعدام شنقا في المسجون منصور مساعد الطوبي في تمام الساعة 8 صباحا داخل السجن، وبحضور السيد العقيد هاشم سليمان المفتش بإدارة التفتيش للحكم عليه بإجماع الآراء من المحكمة العليا بتاريخ 27/11/1972 في القضية رقم 50/67 جنايات شرق القاهرة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. لو حصل واتقبض عليكي، وده مستحيل طبعا، هتقول انك خدت الميكروفيلم من نقطة ميتة، هي كابينة تليفون أمريكان سليمان باشا. معنى كده انك لا رحت المنصور ولا شفتيه، وهترجع على المطار على طول. دول تذكرتين طيارة، واحدة من هنا لأتينا والتانية من أتينا للقاهرة. انت يونانية؟ اوكي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. Yeah!
تفضلوا انتوا، تفضلوا. تفضل. محي بيه. ايوه منصور. ارجوك. انا مش عايز اموت يا محي بيه. ايوه بس انت خنت. ابص رجليك. ابص رجليك يا محي بيه. عاوز تعيش؟ طبعا. ربنا يخليك. بشرط. موافق. موافق على كل حاجة، وأي حاجة. أنا هعمل معاك صفقة. اقلع. ها؟ الدكتور هيكشف عليك. ما تخافش، اقلع هدومك. الدقة مطلوبة يا دكتور. اوكي. اقلع كل هدومك. السامع.